يا فرحان الليلة بالعيد فرحة فرحة العمر كله إن شاء الله عيد عيد فطر ينعاد عليكم مشاهدينا بالخير والمحبة والصحة والأمن والأمان دائما. بيقولوا العيد هو فرحة، بيقولوا العيد هو لمة، بيقولوا العيد هو محبة وتسامح. إن شاء الله يا رب كل أعيادكم بتكون كلياتها خير ومحبة وتسامح. نحن هلأ بهاللمة الحلوة رح نكون معكم مع مجموعة من الناس اللي جمعيتهم حقيقة المحبة بهالعيد، عيد الفطر السعيد. إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والمحبة، تابعونا. مثل ما قالوا إنه العيد هو عيدية وإنسانية ومحبة وتعاطف ورحمة، نحن هلأ رح ندخل على أحد المنازل اللي عم تجمع الأصدقاء، عم تجمع عم تجمع الأقارب بكل محبة. هاللمة الحلوة رح نشوفها ونتعرف عليهم. تابعوا معنا. يا ليلة العيد أنا نسينا وجدد الأمل فينا، يا ليلة العيد مشاهدينا. بأولى لقاءاتنا بهالعيد رح تكون مع زوجة الشهيد وأيضا يعني أم للشهيد علي زين حميشة وزوجة الشهيد نضال سلمان حميشة. فطر سعيد وكل عام وانت بخير. عليكم إن شاء الله بالخير والسعادة وعلى البلد كلياته وعلى سوريا وعلى أمي يا رب. ست أم علي، يعني هو نحن هلأ موجودين بهالعيد أكيد من خلال دماء الشهداء، يعني من خلال دماء شهدائنا اللي ضحوا بأرواحهم لنبقى نحن هلأ موجودين بهالعيد وبكل الأيام. الله يرحمون هاللمة الحلوة يلي جمعتنا فيكي وجمعتنا أيضا بمجموعة من الجيران. هو العيد يعني دائما نحن بدنا، يعني الحزن أكيد الحزن رح يبقى، يعني علي رح يبقى، علي رح يبقى بقلبك، وبالتأكيد كمان زوجك أيضا الشهيد نضال كمان رح يكون يعني معك، يعني عم بيطوفوا معك حواليك. ولكن الحياة بدها تستمر وهني ضحوا بأرواحهم لتستمر حياتنا. ينعاد عليكم وعلى سوريا وعلى الجميع وعلى الوطن وعلى القائد الوطن. طبعا ما فينا ننسى نحن عايشين بظله، لأن بدنا يا دائما فوق راسنا ومعنا على طول، لأنه نحن على طول معه. كان الشهيد لما استشهد عليه اللي ما في داعي للبكي، لأنه كلياتنا مشروع شهادة كرمال سوريا، ونحن هلأ بدل أبو علي بدنا نقدر رسالة ونكب فيها، بدي كفي ربي له الأولاد مثل ما بده ونعيش على حب الوطن وحب سوريا. ست أم علي، علي شو كان يحب بالعيد؟ شو بتتذكري يعني كان يطلب منك؟ وشو كان يفرحه بالعيد؟ وشو كان يحب يشتري؟ يعني لأنه كل ولد أو كل طفل أو كل حتى الشباب بيحبوا أنه كانوا يجيبوا أي شيء بالعيد.
كان على طول دائما وابدا انه مفروض فرض انه بده تياب على العيد، كل يوم كل يوم بده يبدل قطعه. هي اول شيء اهم شيء، وبس فوت انعجي واعمل حلو جن يقلي ماما بتعذبي في حلو خالص ما تعملي، قال له بحبه انا بالبيت عشقة العيد بتبقى حلوه ماما بالبيت اني انا اعمل لكم حلو انا بنبسط، يقول لي لك روحي جيبي خالص، قال له ما بدي. يعني عم بحكي بكل كيف بدي اقول لك، كان علي كتير كتير مهضوم ودمه خفيف، ما بتتوقعي انه طلع بطل من الابطال، طلع منه علي شيء انا ما توقعته الا لما سمعت من رفقاته وحياة عيوني اجتني العجيبة انه كيف هذا علي الناعم، هذا علي الناعم انه مثلا عمل طلع علي على قائد مجموعة، طلع علي على الحرب، يعني ما بعرف كيف استغرب انه علي الناعم اللي كان يبكي مثلا انه بده تياب على العيد وبده خرجية وبده هيك، ما توقعت نهائيا شيء. نحن حقيقة يعني اطفال سوريا بيولدوا رجال. اي والله عندي رجال، انا طلع عندي رجال بفتخر فيهم للعمر. كمان ست ام علي، انا كنت سالتك عن الشهيد علي ابنك، كمان بدي اسالك عن الشهيد نضال حميشي اللي هو زوجك، كيف يعني كمان شو بتتذكري من السنوات الماضيه وقت اللي كان يجي العيد؟ يعني بالتاكيد كان هو بما انه هو يعني اب يعني لاطفال ولا او يعني لاولاد، ويعني كان له اهتمام بهذا الموضوع. شو حمل لك هالعيد ذكرى من نوم؟ كل ايام وكل دقيقة وكل لحظة ذكرى من ابو علي، دائما وابدا ذكرى ما بتروح من خيالي، لانه ما بعرف ما فيني اوصفه لابو علي. وحتى الجيران اذا بتسأليهم عن ابو علي بيوصفوا لك اياهن بجراءة اكثر مني، ممكن انا اخجل ما اقدر احكي لك شو كان ابو علي. كان ابو علي هو حياتي كلياتها، يعني كان حياتي كلها بكلمتين حاج. كان أبو علي إنسان تقي دين مؤمن بالله. لما مرة من المرات قال لي شلحت البارودة وصرت أمشي وزخ المطر، كان أبو علي بمنطقة حارم، كان محاصر قبل استشهاده، هلأ له بس 4 شهور مستشهد، قبل استشهاده كان محاصر بمنطقة حارم، ضل سنة عورات التياب شرب ومازوت. لما قال لي قلت له لك كيف تركت ومشيت عميت مهلك، قال لي والله العظيم مثل زق المطر، الله دخيله. قال لي خلص شو الفزع ما بينجي، قال لي تركت ومشيت عميت مهل وعم يمشي والرصاص نزل عليه مثل الشتي. شو عملتي بهالعيد؟ أول شي كانت زيارة، بالتأكيد كانت زيارة لعلي وزيارة لأبو علي. الشهيد أبو علي ما جابه، بس طلعت زرت علي وبخرته وسلمت عليه وعيدته بالعيد. شو قلتي له؟ شو قلتي له لعلي بالعيد؟ قلت له ماما إن شاء الله سوريا بترجع أحسن ما كانت بفضل دمك ودم الشهداء جميع، والله يرحم الشهداء كلياتهم. شو قلتي له لأبو علي؟ أبو علي دائما بقول له بقلبي، لأن ما جابه ما بتمنى من الدنيا كلها إلا يجيبوا لي من إدلب. هالدمعة أم علي غالية عقلوبنا وغالية عقلوب كل إنسان سوري شريف بحبها لسوريا. إن شاء الله بتكون هالدمعات دمعات فرح، وهي دمعات النصر إن شاء الله، رح تكون هي دمعات النصر القادم لسوريا. القادم لسوريا هذا النصر هو رح يكون من دم شهدائنا اللي قدموا أرواحهم ودماؤهم لتحيا سوريا، لتحيا سوريا بناسها وبجيشها وبقائدها. إن شاء الله كل عام وسوريا منتصرة مثل ما قلتي، وأنا بفتخر وبرفع راسي وولادي وولاد ولادي وللأجيال الباقية بالشهيد علي زين نضال حميشي وبأبو نضال سلمان حميشي، وإن شاء الله بينعاد عليكم وعلى سوريا بألف ألف ألف خير. على دلعونا وعلى دلعونا ترابك سوريا.
الشعيد بالصوت بنادي مكتوب عجبيني اسم الشادي أنا الشعيد وبالصوت بنادي مكتوب عجبيني اسم الشادي وعتبكوني أهلي وولادي دمنا شعبي والله مرهونة وعتبكوني أهلي وولادي دمنا شعبي والله مرهونة على دمعونا وعلى دمعونا ترابك سوريا أغرمنا عيونا مشاهدينا. وهلأ رح ننتقل لاعتدال حميشي أخت الشهيد علي زين حميشي وابنة الشهيد نضال سلمان حميشي. رح قلك اعتدال فطر سعيد وكل عام وانت بخير والله يرحم الشهيدين علي ونضال. علي أخوكي ونضال الوالد الله يرحمون. بس أنا رح أعطيك المايك. شكرا كثير. ان شاء الله فطر سعيد على سوريا وعلى جيشنا وعقائدنا يا رب. خليني اقول الحزن هو بفقدان الاب الشهيد والاخ الشهيد، وخليني اقول الفرح، الفرح هي ببطولاتهم، ببطولات يلي خلوكي انت تحمليها. نحن شفنا انه قديش صارت يعني البنت السوريه تفتخر انه عندها اب شهيد او اخ شهيد. تقلي لنا بهذا العيد شو ممكن تقولي؟ أكيد هو أنا فرحانة لأنه بابا يعني هو طول عمره مربانا على هيدا الشيء، ولأنه بابا بطل يعني أول ما استشهد أخوه كل البيت يعني كان حزين يعني، ومر عيد علينا كمان كان حزين. هلأ العيد الثاني اللي مر كمان حزين أكتر، بس نحن مبسوطين لأنه لو ما استشهدوا هني نحن ما كنا لهلأ عايشين. يعني إن كان أخي ولا أبي ولا ابن عمي ولا رفيق أخي، يعني كل الشهداء اللي استشهدوا يعني هني أهلي أنا، وكل حتى الحزن كله ياته هو على سوريا كله. بس طبعا في فرح لأنه نحن إن شاء الله رح ننتصر بهمة الجيش العربي السوري. اعتدال أكيد أنت بتحملي ذكريات حلوة من العيد. خلينا نتذكر الفرح، الفرح من علي والفرح من والدك الشهيد. خلينا شو تتذكري من علي أيام العيد؟ كيف كنتوا تقضوا العيد مع بعض؟ بتذكر وقتها بالعيد من كم سنة حتى قبل ما تصير الأزمة، كان أخوي الشهيد علي بالكلية وكان جاي، فقلنا أنا وماما أنه نروح نجيب له تياب على العيد. بوقتها ما عجبوا التياب وعيط علي، يعني حتى هلأ مع أنه أنا يعني بنزعج بس مبسوطة يعني أنا لأنه هو ترك يعني بسمة حلوة. وعلي كتير شخص أنه كيف بتحسي أنه هو كتير متفاهم وكتير يعني كان قريب مننا، يعني كان قريب مع كل البيت يعني، وحي الله حدا بيجرحه يعني فوريا بحكي يعني وبراضي كلمة لطيفة منه. وبابا شخص مثالي بالنسبة لي أنا، كل العالم يعني بتعرف أنا قديش بحب بابا، يعني حتى كنت أقول إني أنا بحب بابا أكثر منه، هو بحبهم أنا اثنيناتهم، بس يعني بابا كان له معزة خاصة بقلبي. شو كان يجيب لك؟ شو كنت تطلبي منه بالعيد؟ هو ما كان وقتها، كنا وقت اللي استشهد أخوي مر العيد، وبابا طبعا كان بالدوام، حتى قليل يعني ما كان يعيد معنا، بس يعني لأنه على الظروف وهيك. بس وقتها قال لا، قال الماما، قالت للماما قبل العيد بيوم، قال لا روح جيب لهم تياب، هني ما زنبهم يعني انهم يحزنوا معنا، يعني ما كان يحب انه نحن نحزن.
ولا أنه نبكي يعني عالي أو شيء. اعتدال أول أيام العيد أكيد اختلفت عن الأعياد السابقة، شو عملتي أول يوم العيد؟ طبعاً طلعنا زرنا علي وبخرنا، ونحن رح نزور بابا بقلبنا طبعاً، هو أصلاً بقلبنا، وهني طبعاً الشهداء ما ماتوا، كلياتهم حيين معنا، وزرنا كل الشهداء، والله يرحمهم كلياتهم، ويحمي الجيش السوري. اعتدال يعني احنا بنعرف دائما العيد بسوريا هو لمة اهل واصدقاء وجيران وخلينا نقول اقارب يعني ومعارف، دائما يعني بيجتمعوا بايام الاعياد. يعني قديش يعني هالعيد ممكن يعني هاللقاء مع الجيران ومع الاصدقاء ومع الاقارب ممكن يعني شوي خليني اقول انه يعني مسح دمعة حزن او دمعة او شال شوي يعني ألم خليني أقول منك ومن والدتك بوجودهم معكم، يعني أكيد وجود هيك ناس حواليكم بالتأكيد رح يكون يعني بيعطي فرحة وبيعطي خلينا نقول يعني أمل دائما أنه نحن دائما بخير والسوريين بخير. هو نحن الحمد لله يعني الجيران ما بتركونا يعني لفرحنا ولا بحزننا، ونحن أول يوم بالعيد طلعنا لعند زرنا الشهداء، وبس نزلنا نحن من الضيعة يعني الجيران ضلوا معنا وواسونا يعني إنه ما حسسونا إنه نحن فاقدين أشخاص يعني منعزهم ومنتمنى إنه يكونوا معنا بالعيد. يعني حقيقة اعتدال يعني هالمحبة وهالالفة ودائما التضامن الشعب السوري مع بعضه هو كان سبب من أسباب نصر سوريا. بتمنى لك إن شاء الله عيد فطر سعيد لك وللوالدة ولأخواتك، وإن شاء الله كل عام وإنت بخير. ينعاد عليك يا رب وعلى أهلك وناسك كل بتحبيهم وعلى الشعب السوري كليات وعقائدنا، والله يحمي جيشنا وينعاد عليه بالخير والصحة. وبدي أقول لك كل جندي عم يعيد إن كان عم يعيد مع أهله ولا ما أنه مع أهله، هو بين رفقاته وبين أهله، والله يحمي يا رب. مشاهدينا وبهاللمة الحلوة اللي جمعت يعني خلينا نقول الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران معنا السيدة المربية أسينة خير بيك، يسعد أوقاتك سيدة أسينة، إن شاء الله كل عام وأنت بخير وفطر سعيد. وأنا رح أعطيك هيدا. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وتراب سوريا الغالي بألف خير، كل عام وجيشنا المغوار بألف خير، كل عام وجرحانا سليمين معافين وبألف ألف خير، كل عام وقائدنا البطل الصامد الصابر المقاوم بشار حافظ الأسد بألف ألف خير. أهلا وسهلا. أهلا فيكي وأنت بخير. هالجمعة الحلوة اللي حقيقة يعني اللي هي عم تجمع كل أبناء سوريا أكيد. مع بعضهم أكيد. هذا مش جديد، هو يعني نحن دائما مجتمعين بدون أعياد، ولكن فينا نقول إنه العيد بيزيد يعني بيزيد خلينا نقول أواصر المحبة، بيزيد أواصر التقرب، بيحس الإنسان إنه دائما الأعياد كتير في ناس بتكون زعلانة من بعضها، بتاخد شهر رمضان المبارك مع العيد لحتى يتصالحوا مع بعضهم. أحيانا بنشوف ناس يعني شهر رمضان مع العيد بيشيل الحقد إذا كان موجود في حقد، بيبعث المحبة بدل الحقد. اللمة الحلوة مثل ما قلت وانت هلأ يعني حضرتك موجودة، شو هلأ العيد بالتأكيد يعني ما بعرف يعني يمكن هالسنوات الأخيرة الخمسة اللي مرقت فيها الأعياد فرقت أكيد. عن أي أكيد. عن أكيد. أعياد أيام أكيد. زمان طبعا العيد كان دائما له دلالة، هذه الدلالة هي اللحمة، هي زيادة أواصر القربة، زيادة أواصر المحبة بين أبناء المجتمع، لكن الحقيقة هذه الأعوام اختلف الأمر قليلا. كلنا نعرف أن سوريا تتعرض منذ 5 سنوات لحرب كونية هائلة،
كل محور الشر يتآمر ضدها، كل محور الشر يحاربها، يحارب جيشها، يحارب شعبها العظيم المناضل الصامد. فالعيد الآن أكيد اختلف. هذه الأعوام الأربعة أقول لك التي مرت، كان العيد يمر ببيباننا دون أن يدخل، يعني تغير مفهوم العيد عن السابق. العيد قديما كان يعني للبيوت، بالنسبة للأطفال الملابس الجديدة، الفرح، الحلو، شراء الحاجيات، التبضع، وأكيد كان له مدلول اجتماعي كبير، هو زيادة اللحمة والأواصر بين الأقرباء. أما الآن فالمفهوم العيد اختلف، يعني الآن بهذه الظروف التي نحياها، بكم الشهداء الهائل الذي ملأ ساحات الوطن ولون تراب الأرض بألوان العزة والفخار والكبرياء، غير ملابس العيد. ملابس العيد الآن اختلفت عن السابق. الآن العيد الحقيقي هو عيد الوطن، هو عيد الشهيد، هو عيد الجريح. يعني هذا العيد بدأ بالأمس، ماذا فعلنا بالبداية؟ كل البيوت، أنا واثقة تماما، كل بيوت السوريين توجهنا إلى مقابر الشهداء، توجهنا إلى أمهات الشهداء، توجهنا إلى أبناء الشهداء، توجهنا إلى إخوتنا المهجرين. نحن في اللاذقية كما تعرفين لدينا المدينة الرياضية فيها كم هائل من المهجرين، فكان التوجه لعند هؤلاء لزرع البسمة عند أطفال هؤلاء المهجرين. يعني غير يعني إنه اختلف مفهوم العيد، يعني غير إنه المهجرين، يعني حقيقة يعني كل يعني معظم أبناء سوريا خلينا نقول إنه باللاذقية، يعني جمالية هذا العيد. صح. رغم الأسى ورغم حقيقة رغم الحزن الكبير لدماء شهدائنا. صح. ولكن في، خليني أقول لك، الفرحة مع وجود هالناس من كل المحافظات. صح. السورية. صح. اللي يعني كلياتهم هلأ مجتمعين مع بعضهم. صح. اتعرفوا على بعض أكثر، هالمحبة اللي جامعتهم. يعني هلأ أنا عم بمشي بالشارع، تمشي بشوارع اللاذقية، تروحي بأي مكان بتلاقي كل ألفة مختلفة، محبة يعني مختلفة مع بعضهم. صح. مجتمعين. صح. مع بعضهم، مشتاقين بالأسواق مع بعضهم. خليني أقول لك بالسهرات. صح. مائدة رمضان كانوا مع بعضهم بسهراتهم الرمضانية مع بعضهم. يعني صحيح أنه عيد ممكن يعني فيه ألم، فيه لكن ألم، ولكن حقيقة فيه. صح. شيء من خليني أقول لك من الفرح اللي جمعنا. صح. بكل إخواتنا. صح. السوريين من كل المحافظات السورية. عزيزتي، نحن في سوريا نحن أبناء طائر الفينيق، نحن أبناء الحياة، نحن أبناء التجدد. فهؤلاء السوريون الذين نجدهم في شوارع اللاذقية هم سوريا. من هي سوريا؟ هي هذا الشعب الجميل بألوانه الفسيفسائية الرائعة الجميلة، بمكوناته البديعة الرائعة، ألوانه المختلفة التي تشكل هذه اللوحة الوطنية الكبيرة. انظر إلى شوارع اللاذقية، إنها لحمة كبيرة من مكونات مختلفة. صح. سيدات من كل الطوائف ومن كل الاتجاهات، ومع ذلك نحن لا تعنينا هذه الأمور، لأنه نحن بالحقيقة في سوريا لا توجد لدينا الشيء الذي يروج له الخارج حرب طائفية ودون، لا، نحن شعب سوري صامد بكل أطيافنا، نقف وجه في وجه هذه الحملة الشرسة في هذه الحرب القذرة على سوريا، نقف سدا منيعا في وجوههم. وثقي تماما، لولا هذه الوقفة، لولا تماسك الشعب، لولا تلاحم الشعب وراء الجيش ووراء القائد، ما كان الانتصار والثبات لهذه اللحظة. سوريا طبعا هي هذا الشعب الجميل بكل مكوناته الذين سيستمرون في صمودهم حتى النصر بإذن الله. أكيد يعني نحن هلأ بالعيد في كتير من، يعني خليني أقول لك، من يعني من تراث العيد أو من عادات وتقاليد عم نشوفها هلأ شوي كأنها غابت، فينا نقول بسبب هلأ يعني غير، خلينا نقول نحن بحالة يعني حرب على سوريا، ولكن أيضا في شيء إنه خلينا نقول من التكنولوجيا. هلأ عم نشوف مثلا اللي صارت المعايدة عم بتكون عبر الـ يعني عبر الـ الـ
الهواتف او صح. عبر النت يعني صح. قديش بتفتقديها لهالجماليه من العادات ومن التقاليد وقت اللي نحن نروح لا نروح نزور بعض ونعيد بعض. طبعا عزيزتي مزبوط، اللحمه الجميلة الرائعة اللي كانت من خلال التواصل المباشر تراجعت أكيد أمام التكنولوجيا، فالآن كتير في ناس يكتفون بالمعايدة بالهاتف، الهاتف النقال، ومع ذلك أنا أجد أنه الحياة تستمر خلص طالما وصلنا إلى هذه المرحلة لا رجوع عنها، لكن المهم ألا نتخلى عن ثوابتنا، عن محبتنا لبعض، عن محبتنا للوطن، عن تعليم أبنائنا الالتصاق بالأرض بالوطن، وهذا الشيء أعتقد عند السوريين موجود دائما، والتجربة التي مرت بها سوريا تثبت هذا الشيء. من العيد اللي بيبقى مرافقة يعني المربية أسينة، وبتتمنى أنه يعني دائما يعني أنه تعيشوا يعني لو أنه كان خليني أقول لو أنه غاب، ولكن دائما تتمنى أنه يكون موجود. انظري عزيزتي يعني الإنسان دائما ترتبط بذاكرته الذاكرة الأولى ذاكرة الأم، وأنا فقدت أمي من فترة قريبة، فهذه الأم تلازمني دائما، وأعتقد أن فرحة عينيها لن ترحل من عيني مدى الحياة أبدا. هذه الأم التي علمتنا الانتماء للوطن، التي علمتنا محبة بعضنا البعض، التي علمتنا التسامح، هذه الأم هي الأم السورية التي نجدها الآن، هي التي تضحي، هي التي تقدم الشهداء، هي التي تتعالى على جراحها وتقول لابنها المهان من ابن جاره لا إنه أخوك، عليك ألا تقف عند أشياء صغيرة وألا تقف عند توافه، هذا الوطن لنا جميعا، يجب أن نتحدى نحن كل من يتآمر على هذا الوطن، كل من يزرع الفتنة. فالأم السورية أم عظيمة، أنا أجد أمي في كل أم، أجد نفسي أيضا في كل أم، أجد التراث الذي تعلمناه من أمهاتنا وجداتنا مستمر في هذه الأمهات العظيمات اللواتي ربينا أبنائهن، واللواتي فعلا دهشنا هؤلاء، نحن دهشنا من هؤلاء الأبناء، أبناء لم نكن نتوقع منهم هذه البطولة، لكن عندما يعني تعرضت سوريا لهذه المحنة هب هؤلاء الأطفال من الطفولة مباشرة أصبحوا رجال، مباشرة أصبحوا أبطال عظماء. فإذا الأم السورية شيء مقدس، شيء أعلى من الوصف ومن الخيال. تحية إلى كل أم، إلى كل أم شهيد، إلى كل أم جريح، إلى كل أم تبث الوعي في قلب ابنها، تمنعه من العبث بأمن الوطن. أنا أتوجه اليوم في هذا العيد إلى كل أم سورية يعبث ابنها بأمن الوطن، وأقول لها سيدتي هذا التراب لك، هذا التراب لولدك، أنا وأنت أصحاب هذه الأرض، نحن يجب أن نحافظ على هذه الأرض، على هذا التراب، هذه أمانة ومسؤولية يجب أن نحافظ عليها. أتمنى من كل أم أن تعمل ضميرها اليوم، نحن نحتاج إلى ضمير المرأة السورية الحقيقي في هذه المرحلة. نعم. ست أسينة يعني قبل ما انتقل يعني لكفي لقاءاتي مع هاللمة الحلوة اللي جمعتنا اليوم معكم، العيد شو بيعني لك بس؟ عزيزتي أنظر إلى العيد في الماضي كان يعني البهجة، العيد بعد الحرب في السنوات الأربعة الماضية كان يعني بالنسبة إلي صراحة القلق على الوطن، لم تكن الأمور موضحة كما هي الآن. نعم. لكن هذا العيد ثقي تماما أشعر بتفاؤل العالم، وخاصة وأنا أنظر إلى إنجازات الجيش العربي السوري على امتداد التراب السوري، أنظر إليه في الجنوب، أنظر إليه في الشمال، أنظر إليه في تدمر، هذا الشيء طبعا بدل أنا أن القادم أفضل وأن النصر قريب بإذن الله، وأن النصر فعلا بدأ. فسعيدة جدا أنا بهذا العيد، متفائلة جدا بغد سوري مشرق بإذن الله تعالى، غد النصر والانتصار إن شاء الله، طالما لدينا يعني حقيقة هذه هي المرأة السورية، يعني حقيقة هي المرأة السورية اللي قدمت، المرأة السورية اللي قدمت زوجة الشهيد، اللي قدمت ابن الشهيد، اللي أيضا قدمت هي، يعني نعرف سيدات، هناك الكثير من السيدات اللي استشهدنا أيضا يعني في هذه الحرب. هذه هي المرأة السورية، هذه هي زنوبيا. أكيد أكيد، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا.
مشاهدينا وما زلنا متابعين معكم لقاءاتنا بهاللمة الحلوة اللي جمعتنا حقيقة على المحبة والفرح معي السيدة ريم محمد وهي المهندسة بنت اللاذقية بس ساكنة بالشام وهلأ جاي لحتى تعيد باللاذقية. بقول لك عيد فطر سعيد وكل عام وانت بخير. وانت بخير. أهلا وسهلا. كمان بدي رحب بالأم والسيدة أنجيلا. حقيقة هاي اللمة الحلوة اللي عم تجمعنا جمالية هاي اللمة إنه عم تجمع يعني خليني أقول لك كل الطوائف وكل المكونات السورية وهذا هو دليل يعني خلينا نقول هاي هي سوريا هاي اللي بتجمعنا على المحبة كلياتنا كسوريين. يسعد بقول لك يسعد أوقاتك وفطر سعيد. شكرا كثير وأنا مبسوطة فيكم بهالجمعة الحلوة بمناسبة العيد تعيد للجميع لكل الطوائف هنا نحن ما عنا لا مسيحيين ولا مسلمين عيد واحد عيد بيمثل الله الله واحد كليتنا مع الله كليتنا مع بس نتمنى بهالبلد يكون عنا يعني نرتاح بقى من هال الوقت اللي عايشين نحن ظروف اللي عايشين بدنا هدوء بهالبلد بدنا سوريا مثل الأول يرجع لنا وننبسط بالأعياد والمناسبات نفس الشكل بهالأعياد في كتير أهالي المشاهدين الشهداء الله يصبرهم من قلهم والله يخلي لهم باقي الأولاد. بدي انتقل لك سيدة ريم خلي المايك معك. انت بنت اللاذقية اكيد يعني بتعرفي يعني شو خلينا نقول يعني خصوصيات العيد باللاذقية هو العيد كلياته يعني خلينا نقول يعني دائما هي نفس العادات ونفس التقاليد ولكن دائما كل محافظة في لها خصوصيتها. شو بتقولي بالعيد؟ هلأ هو العيد يعني كنا ننتظره دائماً. العيد هو أكيد فرحة هو حالة اجتماعية وحالة تقليدية بتعيشها كل الناس مع بعض وكل سوريا. هلأ نحن العيد لما كنا صغار كنا نحب العيد كتير والعيد باللاذقية هو كتير مميز وكتير حلو والمراجيح والقصص والتياب الحلوة والأكل الطيب ولمة العيلة هي أهم شيء بالعيد. يعني أنا بتذكر لما كنا صغار كان أهم شيء عنا أنه نزور القرايبين ونزور بيت خالي وبيت عمي وإله. هلأ اليوم مع تطور الزمن ومع تطور الحياة وتطور القصص كلها وصلنا لمرحلة يعني خفت بهجة العيد الحقيقة. شو السبب برأيك؟ هلأ بشكل عام هو في أسباب يعني أنا برأيي طبعا وفي أسباب اجتماعية وفي أسباب إنسانية وفي أسباب هي وضع البلد اللي الوضع الحالي للبلد يعني. هلأ العيد بلا حب وبلا محبة وبلا جمعة وبلا لمة حقيقية هو منو عيد. يعني الأجمل من العيد هو اللقاء الإنساني هو لقاء المحبة هو لقاء الناس. الحقيقة كمان الأزمة اللي هي فيها البلد جرحى وشهداء يعني بتحسي إنه في بهجة العيد صارت أخف من الأول بشكل واضح. بس ومع هذا كله بتحسي في الشعب السوري ما زال عنده القوة وما زال عنده التماسك وبناحية ما كان في لمة وبناحية تانية صار في لمة. يعني مثلا أنت عم تسأليني عن اللاذقية هلأ أنا ساكنة بالشام بشتغل بالشام بس أنا من اللاذقية وبجي لعيد باللاذقية دائما. خصوصية اللاذقية هي جماليتها والبحر وهالقصص هيدي بس صار فيها خصوصية مضافة قيمة مضافة لللاذقية هي إنها جامعة سورية كلها بتحسيها مع بعضها فهي الحقيقة عم تحقق هيدي اللمة بنفس الوقت زائد إنه نسيج المجتمع السوري بالأصل هو نسيج مترابط يعني نسيج محبة بالأصل بتلاقي كل العالم اللي بتحب بعضها واللي هي مع بعضها والمنسجمة مع بعضها موجودة بكل الأماكن موجودة باللاذقية وموجودة بالشام موجودة بكل مكان تلاقي الناس المحبة بتجمعهم العلاقات الاجتماعية الحقيقية ما فيها أي شيء بيشبه الأزمة صحيح بتحسي الأزمة لوحدها والناس لوحدها يعني كل واحد منا له ذكريات يعني له ذكريات بالماضي له ذكريات خلينا نقول بصغره وبمراهقته صحيح ريم شو بتحملي من ذكريات العيد؟ هلأ أنا بحمل من ذكريات العيد
أنا بالنسبة لي الثياب الحلوين اللي أكثر شغلة بتعني لي كانت بالعيد. المراجيح بتعني لي كتير كتير بالعيد. هلأ بعد فترة من الزمن ببعض قرى مدينة اللاذقية في طقوس خاصة شوي للعيد، هي بالموضوع الذبح والأكل وهالقصص هيدي. فلما كبرت صارت هاللمة بتعني لي أكتر، يعني لمة العائلة والأسرة مع بعضها فيها شيء من الجمالية كمان. ريم شوي أنت كنتي عم تحكي أنه يعني سوريا كلها يعني هو العيد انه كان يجمعنا، هو يعني جماليته بهاللمة الحلوة اللي بتجمع الأقارب، خليني أقول لك الأصدقاء الجيران الأحباب، يعني جماليته. ولكن انه جماليته وخاصة انت ذكرت اللاذقية هيك كانت يعني خصوصية مثل باقي المحافظات السورية، ولكن انه زادت جماليته للاذقية بهاللمة الحلوة. صحيح. اللي انوجدت فيها كل يعني شايفين كل سوريا صورة من سوريا صورة من سوريا. فينا نقول انه حقيقة انه هي جمالية العيد لهالعام لهالسنة. اكيد هيدي جمالية العيد. اللاذقية هلأ حاليا هي صورة لسوريا بوضع أكتر، يعني بتحسيها هي مدينة مسالمة والسلام كله فيها، يعني بالنتيجة العيد هو سلام، العيد هو هدوء، العيد هو ناس مانا موجوعة، ناس مانا متألمة، ناس مرتاحة، ناس جاعة بالها تحس بالعيد، جاعة بالها تفرح. فبتحسي اللاذقية بصرف النظر وبرغم الآلام وبرغم الجراح وبكل برغم أكثر مدينة يمكن فيها صار آلام وجراح، تلاقي هي مدينة فعلا بس العيد والفرح. أكيد ريم أنت أم، وبالتأكيد يعني دائما هيك يعني الأم يعني خاصة يعني بيضل في إلها يعني محبة ومشاعر، يعني خليني أقول لك يعني غير مثلا إنه الإنسان غير المتزوجة يعني. أكيد أكيد. يعني الأم شو بتحملي يعني شو هي خليني أقول لك يعني شو بتحملي من مشاعر بهذا الموضوع، وخاصة يعني أنت كأم وهلأ أنت عندك بنت صبية يعني بالعيد شو ممكن يعني بتحبي إنه يعني دائما إن تخليها على هاي العادات والتقاليد، شو بتحبي تفرحيها مثل ما كانت أنت والدتك تفرحك بالعيد؟ هلأ أنا أكيد بتمنى أكيد أكيد أكتر شيء أنت حطيتي إيدك على نقطة كتير مهمة اللي هي الأمومة. الحقيقة العيد هو تعبير عن كل المشاعر وأهم شعور هو الأمومة. يعني أنا بالنسبة لإلي اليوم كأم العيد هو الفرحة اللي بشوفها بعيون بنتي بعيون وكل أم بتشوف الفرحة بعيون ابنها. أكيد أنا بتمنى أن تعيش العيد، بتمنى أني أعزلها عن أي حالة ممكن تعيشها أو تألمها، بتمنى أني أقدم لها كل شيء. بزعل على كل أم بهذا العيد هي قلبها مجروح قلبها مكسور ما أنا قادرة تعيش الفرحة، بزعل على كل أهل وعلى كل أم تحديدا ما أنا قادرة تقدم الشيء اللي هي بتحب تقدمه بهذا العيد. كانت بهي لمتنا شفنا أم الشهيد وزوجة الشهيد وشفنا أيضا أخت الشهيد اللي جمعتنا بهاللمة الحلوة، ومثل ما قلتي هي سوريا يعني حقيقة بتجمع كل ناس مع بعضهم، ونحن ممكن يعني ممكن هذا العيد أخذ يعني جمع الفرح مع الحزن ولكن هو إن شاء الله لكن هو فرحنا، خليني أقول لك فرحنا أكبر، فرحنا بهالانتصارات حقيقة اللي عم بيقدمها جيشنا. إن شاء الله يا رب لك سيدي ريم إن شاء الله فطر سعيد وكل عام وأنت بخير، وما بعرف شو بتحبي تقولي. إن شاء الله فطر سعيد للجميع، ونتمنى السلام والمحبة والأمان لسوريا بكافة أرجاء إن شاء الله. ودي أرجع أعطيك المايك ست أنجيلا أنجيل عفوا. كنا عم نحكي عن العيد اللي عم يجمع يعني كل الطوائف، وحضرتك أنت يعني أم ونشوف دائما يعني هالجيران والأقارب دائما بيجتمعوا عندك، يعني خصوصية عيد الفطر عندك أنت يعني حضرتك، يعني خليني أقول لك من طائفة أخرى رغم نحن ما يعني نحن سوريا ما فيها طوائف ما بتفرق أبدا مع بعض على طول أبدا، جيراني كلهم مبسوطين أنا بنبسط معهم ما بحب حدا يتضايق، كل يوم عنا عيد إن شاء الله بصير بنفرح يعني ما بعرف شو بيعني لك هيدا العيد أنت مع جيرانك؟ بيعني لي كتير كتير ما بعرف، فرحة أهم شيء.
خلينا نتذكر يعني خلينا نتذكر العيد وانت والجيران خلي لك كيف تتعاملوا. كان عنا سهرات وكان عنا اكلات الحلويات وكذا ما فارق وانا اعمل لهم اقدم لهم هن يقدموا لي فرد عائلة كنا ما حسينا بشي فراغ ابدا لهلا موجودين الحمد لله من كل الطوائف اهلا وسهلا فيهم الجميع. كنت تقولي هلا قلتي من شوي انه كنتوا يعني تجتمعوا مع بعض على حلويات العيد على طبعا فرق شيء يعني فينا نقول الماضي فرق هلا عن هلا؟ ما فرق ما زال نحن عايشين بلاتقية لسه معنا ما فرق شيء بس بتمنى كل شعب سوريا حلب يعني قليل عم بيقضوا ببيوتهم يا ما في ناس جوعانين يعني بتأمل انه انا بعت لهم. ست أنجيل انا بعرف انه انت يعني كثير في ناس هون انت فتحتي لبيتك وايام الازمه ايام الحرب فتحتي لبيتك وكانوا موجودين عندك وانت ما فرقتي فتحتي بيتك وقلتي لهم اهلا وسهلا اهلا وسهلا هلا وبعدين شو بتقولي هلا شو بدك توجهي بكلمه شو بتقولي لمين بتعايدي؟ بعايد لوطننا وطن كلمه واحد الجميع لرئيسنا الله يخلي لنا اياه الله يقوي لنا اياه حتى يقدر يقاوم الله يحمي تعثرنا وتعايدنا وخلينا الشذا فواح عيدك فرحه يا بلدي مشاهدينا ونحن مستمرين معكم بهاللمة الحلوة اللي جمعتنا بأيام عيد الفطر السعيد معنا أهلنا وناسنا اللي إجوا من الرقة لحتى يشاركونا هاي الفرحة فرحة العيد ويقضوها مع طبعا ويقضوها هون باللاتقية. رحب بالسيد جاسم بقول لك يسعد أوقاتك وكل عام وأنت بخير فطر سعيد. شكرا وكل عام وانتم بخير ونحن مسرورين جدا في هذا اللقاء وعيد الفطر هو عيد التسامح والمحبة واللقاء والتواصل بين الأهل والفرحة. نحن كل القطر العربي السوري هو بلدنا نحن إن كنا من الرقة أو من اللاذقية فنحن شعب سوري واحد. حلو بدي رحب زوجتك. نعم بدي اقول لك فطر سعيد وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وعقبال كل سنه ان شاء الله ورئيسنا بخير وجيشنا بخير ان شاء الله والله يقوي كل عام وانتم بخير. بنتقل كمان بنرحب بالسيده مجدولين بقول لك فطر سعيد وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم والجميع بخير ومنهني قائدنا والجيش كله بألف خير وعقبال كل سنة نضل بخير والجيش بخير وسوريا بألف خير إن شاء الله. بدي أرجع لك سيد جاسم اللي جاي هلأ من الرقة واللي جمعتنا حقيقة فيكم هاللمة الحلوة يلي هي لمة كل السوريين يعني مع بعض ما بس بالعيد بكل المناسبات. نحكي هلأ أكيد العيد بيختلف من الرقة يعني كل هلا العيد هو واحد يعني العيد يعني في عادات وفي تقاليد وحده ولكن في خصوصيه لكل محافظه. العيد عيد الفطر بمحافظه الرقه هو عيد بيقدموا فيه افطاريات واهم الافطاريات بيقدموها للاقارب او الفقراء وبطلع على كل عائلة من 300 ليرة ل 500 ليرة فالعائلة اللي بيكون 6 أشخاص يا بتدفع 3000 يا بتدفع 1800 وأفضل الإفطاريات بيقدموها للمقربين للمقربين أو للفقراء وهذا هو عيد الفطر عيد رمضان شهر الخير والإحسان والبركة والتسامح والتواصل مع الأقارب والفرحة بتعم بكل البلد. نعم كمان يعني حضرتك أنت زوجته بالتأكيد يعني مثل ما قلنا أنه يعني ممكن في لكم خصوصية أنتوا بالرقة بالعيد وهلأ أنت هون باللاذقية شفتي في اختلاف ولا يعني ما بقى يعني كيف شفتي هون العيد وكيف كان بالرقة وكيف
هلا الحلويات تختلف يعني اهم شيء الحلويات من بلد لبلد والعادات والتقاليد تختلف كلياتها، بس يعني ما بعرف هلا مو نحن مزعوجين انه طلعنا من الرقه، غير وضع العيد صار يعني ما في هال الفرح حزناني، وان شاء الله ترجع سوريا ويرجع الفرح للبلد وللكل. هلا هون باللاذقيه يعني شايفينكم يعني بالنهايه يعني يعني كل الشعب السوري، خلينا نقول كل واحد كله يعني شفنا كيف اجتمعوا كلياتهم على المحبه، يعني هلا انتم باللاذقيه شايفين يعني ما شاء الله بتعرفوا كل اللاذقيه يعني صار يعني خلينا نقول صاروا يعني اهل كلياتكم مع بعضكم، وبهاللمه اللي جمعتكم يعني حقيقه احكي لي على هذا الشعور يعني بعد ما اجيتي لهون على اللاذقيه وتعرفتي على كل هالناس. يعني مبسوطين باللاذقيه، شعبها كويس ومضياف يعني، ولمت اللاذقيه كل المحافظات السوريه يعني، وما في فرق يعني بين الطوائف كلياتها، يعني متعاونين كلياتنا مع بعض والحمد لله. ان شاء الله تنتهي الازمه على خير يا رب. شو عملتي بالعيد من حلويات؟ كليشة بسكويتات يعني حلويات مشكلة يعني، عرفتي؟ علمتيهم لجيرانك انه كيف يعملوا هاي الحلويات؟ ايه تعلموا عادات الرقة يعني شلون يعملوا الحلويات. وانت شو علمتي منهم؟ يعني في حلويات غريبة تعلمناها كمان، السيوة. خليني اقول يعني انت علمتيها معناها انت من اللاذقية، علمت منها. شو تعلمتي منها؟ تعلمت الكليشة منها وعلمناها الحلويات الثانية، المعمول السيوة لقراص الحلو بنعملها هاي الثانية. فينا نقول يعني هل يعني حقيقة هل 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 العيد يعني هالعيد وهاللمة الحلوة بتنسي شوي يعني هيك الواحد خلينا نقول لك من يعني من ألمه ومن من من حزنه، خلينا نقول يعني هو مثل ما قلت أنا من البداية إنه هو يعني هذا العيد عم يجمع الفرح مع الحزن. هلا أنتوا كنا يعني كجايين من الرقة بالتأكيد إنه تركتوا ببيتكم وجيتوا لهون، ولكن في فرح يمكن إنه تعرفتوا هون، يمكن تعرفتوا أكثر عن الناس، على طيبة الناس، على محبة الناس. حقيقة المحبة عمت علينا ونحن مبسوطين باللاذقية، وكأني باركين إن كان باللاذقية ولا بالرقة فكلاهما واحد، ونحن مسرورين والفرحة إن شاء الله بتعم البلد، والله يقوي الجيش وينصر الجيش بقيادة الدكتور بشار حافظ الأسد. حابي اسمع شيء يعني في فلكلور بالرقة يعني حلو، تفضل. بسمعك شعر بدوي مشهور بالرقة. يا ريت. بيقول فيه شعر: رقيت ورجم ثار الليل ممسيني بديار غرب لعل السيل ما جاها، أبشي وهل كثير الدمع يا عيني على هنوف جديد اللبس يزهاها. الله ما إن شاء الله ما بنبكي إلا دموع الفرح، وإن شاء الله بإذن الله هذا العيد رح يكون عيد النصر لسوريا، وهالعيد هو عيد محبة ولمة حقيقة جمعت كل السوريين مع بعضهم. بدي أقول لك إن شاء الله فطر سعيد ينعاد عليكم بالخير والصحة يا رب. شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. وكمان بدي أرجع عايدك مرة ثانية، وشو بتحبي تقولي؟ كل عام وأنتم بخير، رئيسنا بخير وجيشنا، والله ينصره يا رب، إن شاء الله تكون الأيام الجاية أحسن منها. ضلوا بخير وبألف خير، الجيش وسوريا بألف خير، مين عاد على الجميع، مصر لسوريا للبلد أجمع، ويرجع كل واحد لوطنه مرتاح ومبسوط. مشاهدينا بلمتنا الحلوة بلمة عيد الفطر السعيد، كنا بهاللمة مع كل المكونات السورية، شفنا الناس السوريين من الرقة، شفنا خليني أقول من حلب، شفنا كمان من اللاذقية، اجتمعوا مع بعض على المحبة لأنه هو العيد محبة، محبة بتجمع كل السوريين. عيد فطر سعيد ينعاد عليكم وعلى سوريا وقائد سوريا والجيش العربي السوري والشعب السوري بكل خير، وإن شاء الله النصر لنا. إلى اللقاء. العمر كله شمعي.